تمكن الجيش الليبي من إسقاط طائرة تركية مسيرة في مدينة ترهون غرب البلاد. وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي في بيان إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحاول استهداف تمركزات قوات الجيش الليبي. وتعد هذه الطائرة 25 التركية المسيرة والتي تم إسقاطها من قبل قوات الجيش الليبي منذ إطلاق عملية تحرير طرابلس.